مفكرها سهلة؟ لا هي مش سهلة ولا هتبقى سهلة، بس انت عارف هي دي حلاوتها. ايوه احلى حاجة انك تتعب عشان توصل للحاجة اللي انت بتحبها. احلى حاجة هو التحدي، لازم يكون عندك انت حلم صعب وبعيد عنك، او على الاقل صعب انك توصل له، وتتعب وتعافر عشان توصل للحلم الصعب اللي انت نفسك فيه ده. خلي الناس تتفاجئ انك فوق كده مرة واحدة، تبقى حاسس بجسمك هو فعلا تعبان ومتكسر ومش قادر يعمل اي حاجة، وتلاقي عقلك بيقولك لا هتقدر تستحمل، هتقدر فعلا تعمل الحاجة اللي انت نفسك فيها دي. وساعتها هتلاقي مخك هو المسؤول، مخك هو اللي بيمشيك مش جسمك. في الاوقات دي بيبقى عقلك اقوى من جسمك، عشان في هدف، في حلم، في حاجة انت نفسك توصل لها، وهتوصل لها باي طريقة. لازم تتعود انك ما تاخدش الطريق السهل، كل سهل مزيف، مفيش طرق مختصرة، مفيش نجاح سهل. محدش هيهتم بفشلك، لكن ملايين هيهتموا بنجاحك. الحياة من غير هدف ولا حلم ملهاش لازمة. ابدأ من مكانك دلوقتي مهما كنت فين، ابدأ من مكانك دلوقتي وهتوصل، والله العظيم هتوصل. بس انت ابدأ بس، وسيب بقى على ربنا. ربنا يوفقكم، دوس يا كوتش، السلام عليكم.